خلينا دلوقتي نشوف تقرير سجلناه مع الطالب زياد مصطفى، وهو الأول مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علم علوم من داخل منزله في محافظة الغربية. زياد مصطفى حسن رضوان، الأول على محافظة الغربية، الخامس مقرر على مستوى الجمهورية شعبة علم علوم، 402.5 من 410. الحمد لله الواحد كان بيتعامل بأريحية، كان متمسك بقول إن أحرصت الخلق والدين مع الجد والاجتهاد ربنا يوفقك، سواء توفيق مجموع بقى الضرب النار او مجموع اللي هو المتوسط او كده، المهم التوفيق في الخير اللي ربنا يجيبه. فالواحد الحمد لله يعني كان متمسك بالامل ده، وانا الحمد لله كنت حتى بقول انا راضي باللي هيجي ان شاء الله، في قلق ان شاء الله من التراقب، ولكن الحمد لله كرم ربنا واسع، ربنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله، اولا هذا من فضل ربي. انا والله الحمد لله كنت متوقعه توفيق لزياد، ولكن الحمد لله الحمد لله فاق معايا كل التوقعات، يعني هو عمل اللي عليه وزيه زي اي حد يعني بيعمل اللي عليه عشان حاضر في ثانويه عامه وكده. بس الحمد لله يعني اللي حصل النهارده ده والله العظيم اول كلمه قلتها فعلا يا رب انت ما تضيعش تعب حد، بعد توفيق ربنا وبعد اجتهاده وما شاء الله صورته كويسه بربه، دي كل دوت والله عوامل بتاثر جدا 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 على يوم زي ده. فيا رب يا رب ان شاء الله يكون احنا قدوه حسنه لكل ان شاء الله الاجيال اللي ورانا. الحمد لله بفضل الله ربنا كرمنا، ويعني سعاده كبيره جدا بفضل يعني النتيجه اللي حققها زياد، والحمد لله الامور كانت ميسره جدا يعني بالنسبه للامتحانات، وده اللي كان مطمنا، الامتحانات كانت ميسره واللجان مؤمنه جدا الحمد لله بفضل الله. يعني انا الحاجه اللي كنت خايف منها من بدايه الامتحانات او من قبل الامتحانات ان يكون اللجان فيها شد، الامن فيه مشكله، المراقبين فيه مشكله، لكن الحمد لله بفضل الله الحاجات دي كلها كانت امور كويسه جدا جدا جدا، وده يعني عزز ان الحمد لله بفضل الله ان هو يجيب مركز متقدم الحمد لله بفضل الله. بنبارك طبعا للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، وبنبارك لكل الطلبة اللي هيستنوا نتيجتهم النهاردة بعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتيجة بشكل رسمي.